السلام عليكم، هنبدأ النهاردة مع بعض الفستان ده. بدأت الأول بالمانجان وازاي اظبط التنسيقات بتاعتها عشان تبان المقاسات كلها مظبوطة. كنت شفاها الأول وبدأت اللي هو اظبط بقى الاتجاهات بتاعتها اللي انا محتاجاها، لأن مش دايما بتبقى زي ما انا عاوزها، فانا بغير فيها بدل ما ارسمها من الأساس. بدأت هنا بأكمام الفستان وبعمل عليها على طول تعديل، ولو ما عجبتنيش برجع تاني أغير فيها على حسب دماغي كانت مفكرة في ايه، وفي نفس الوقت أحدد أنا محتاجة أعدل ايه وايه النفع معاها وايه لأ مش كان كويس، لأ مش حلو قوي واظبطه. كنت عاملة الفستان سيمبل خالص، مش فيه أي ديتيلز كتير، بسيط. ورسمت شوز بس ما بحبش ارسمها خالص، حتى في الاخر هتبقى شكلها حاجة تاني خالص بعد ما رسمتها وخلصتها. ما عجبتنيش غيرت فيها. تمام، طبعا انا قعدت يعتبر ساعة في الفستان او شوية كمان، غير الفكرة اللي خدت مني وقت طويل جدا والالوان واختيارها. هنا كنت بحدد الالوان وعايزة ارسمها ايه. كنت لونت الكتف ده الاول وما عجبنيش، فغيرت يعني في الاخر هغيره خالص وهقصه وهزود قطع تانية يعني يبقى لايق على نفس لون الفستان. هنا حددت اللون الاخضر الزرعي الفاتح، وبعدين حطيت عليه درجة لبني الفاتح برضو يدي الدرجة اللي هي مينت جرين تيفاني او لون كانوا بيسموه اسم كمان. المهم هنا بدأت ألون الجسم بقى، بمشي حتة حتة عشان مغلطش وازود الدرجة في اتجاه معين واكمل. طبعا تنانية الفستان لازم اظبطها، هبدأ بيها هنا انحناءات الجسم كلها والوقفة بتاعتي. بدأت احط اللون التاني وازوده. طبعا الدمج بيبقى على حسب نوع الدفتر اللي برسم فيه، وده اللي وصلت له في الاخر لاني ما كانش عجبني قبل كده دفتر تاني مع انه تبع للماركر بس مش سهل في التسييح. ده كان بالنسبه لي اسهل سوري. وبدات هنا انزل على تحت واظبط الالوان. ما كنتش بعمل اي حاجه كتيره يعني فيه، الا اني كنت بدمج اللونين في بعض عشان يبانوا منت جرين. طبعا مجرد ما بينشف بيدخل اللونين في بعض ويبقوا درجة واحدة. وهنا ضفت خطوط رفيعة جدا، نقط من القلم الجل الأبيض أكنها فصوص صغيرة، وكل واحد بيبقى على حسب المتاح قصاده. في بيبقى في أقلام بتبقى تلمع فضي، بس أنا حبيت أعملها أبيض عشان تظهر شوية في الرسمة. هنا كنت بوريكم الالوان دي اللي لونت بيها. تمام، الاخضر والازرق دول، وده درجة البشرة، وده القلم الجل والقلم الرصاص والمساحة عادي. كنت جربت الاول، ودي المانيكان، وده الكتف اللي قصيته، ودي النتيجة الاخيرة للفستان كله وبس كده.